عندنا أول حلقة نقاش مع قيادات في المجتمع المدني وكذلك مسؤولين في الحكومة من وزارة الرعاية الاجتماعية، وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، وفوضية العون الإنساني حول الإصلاح المؤسسي والقانوني والسياسات المطلوبة للفترة الانتقالية. المقترح أصلاً أن قانون العمل الطوعي لسنة 2006 ولد ميتاً، لأنه بمجرد ما خرج قدمت منظمات العمل الطوعي، الجمعيات الطوعية قدمت طعن دستوري ضد القانون ده باعتبار أنه قانون معادي لفكرة العمل الطوعي نفسه. حقيقة القانون ده عنده كثير من الإشكاليات المرتبطة بالتسجيل، يعني هو بيجعل التسجيل في يد المفوض، يعني ما يكون في حرية بتاع التسجيل، وكذلك بأنه بيحجم عملية تلقي التمويل، وكذلك بيجعل الحكومة بأنها هي لها الحق في أنها توقف التسجيل، في أنها هي تلقي التسجيل، في أنها هي تصادر أملاك المنظمات. وبالتالي بيكون هذا القانون فوقه جانب من التعسف ظلت المنظمة المدنية تعاني منه طوال 13 سنة الماضية وحتى الآن. القانون ده مهمة التغيير الحاصل الآن، وده الاقتراح طلعت بالورشة، أنه رميه في مزبلة التاريخ وإعداد قانون جديد يكون في سياسة موازية لسياسة ده. الورشة كانت تحدثت عن الدول، رؤى الدول المشابهة وقوانين الدول المشابهة وتجارب الدول المشابهة في المنطقة، سواء كان على المستوى الإقليم العربي أو على المستوى الإفريقي زي إثيوبيا أو تونس أو مصر، بعض الدول القريبة مننا بذات الفهم والظروف المجتمعية. The paper I presented today here is about the experience of Ethiopia in terms of reforming the CSO law, the civil society law, how you know the process has started and how it ends up. We went from one extreme to another extreme. Previously, 1 year back, the Ethiopian law was cited as one of the worst model or example. But now we shifted that, Ethiopia now is becoming a good example. This task cannot be addressed by doing alone or without the support from the government. So in terms of having this law and to convince the government that the law at the end of the day benefits the Sudanese people, not only in the organizations. للمجتمع المدني عن فرصة متاحة إنه المجتمع المدني يقدر يحقق فيها الأحلام ويحقق فيها الأفكار. فالأمر ده ما بيتأتى إلا إنه المجتمع المدني هو اللي يكون عنده الريادة في إنه هو يطرح المقترحات. تم الخروج بتوصية لأول مرة عملية جداً بتشكيل فريق عمل لمتابعة إنفاذ التوصية. مجموعة العمل دي تكون مسؤوليتها هي انه تطلع بعملية او بروسيس لكيف نصل لإصلاح قانوني، ما بالضرورة هي تصل للإصلاح القانوني في حد ذاتها، لكن هي تطلع بالمنهجية او البروسيس اللي حيوصلنا انه نعمل الإصلاح القانوني. بعد كده لما الناس تتفق حول العملية اللي حتتبع للإصلاح القانوني اللي حيحكم المجتمع المدني حتى نقوم على تنفيذ الآلية دي، وفيها محطات مختلفة البروسيس ده ممكن يكون فيه محطات مختلفة، منها المشورة مع المجتمع المدني في أنحاء السودان كلها، بحيث إنه القانون اللي حيطلع يكون على الأقل خضع لتشاور مع فئات مختلفة من المجتمع المدني من أنحاء البلد كلها. أنا أفتكر إنه ده يوم تاريخي إذا استطاعت هذه المجموعة أن تضغط أن يتعدل القانون ويكون قانون يمشي العمل الطوعي. أنا أقول هنيئاً للذين يعملون في العمل الطوعي.